السلام عليكم، أهلا أهلا وسهلا بكم في شابتر جامعة ميسان لجمعية مهندسي النفط العالمية. محدثكم أثير هادي، محاضرتنا اليوم مع صاحب الخبرة الرفيعة والعلمية الفذة البروفيسور أحمد كاظم الشرع. سأذكر رؤوس أقلام بسيطة أو قليلة من السيرة الذاتية التي لا تنتهي بالإبداع والرقي والإنجازات العظيمة. الأستاذ الدكتور أحمد كاظم عمل على تدريس في درجة البكالوريوس 18 سنة في كليات هندسة جامعات البصرة وميسان. درس الماجستير لثمانية سنوات في كلية هندسة جامعات البصرة ووسط وميسان. الإشراف على أكثر من 25 رسالة ماجستير والإشراف على 6 تقارير دكتوراه. نشر أكثر من 42 بحث علمي في مجلات عالمية ومحلية. مناقشة أكثر من 45 رسالة ماجستير ودكتوراه. عضو في جمعية علمية بريطانية وعضو في جمعية النفط العالمية. مقيم لأكثر من 10 مجلات علمية عالمية رصينة، ويمتلك مؤشر H إندكس 6 و RH 15.52 في بوابة البحث. اختيرك مصنف عالمي للجامعات العلمية ضمن تصنيف QS البريطاني لعام 2020. عملك رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية الهندسة ووكيل قسم هندسة النفط، معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا في كلية الهندسة، ممثل التدريسين في مجلس الجامعة، رئيس لجنة الترقيات العلمية في معهد العمارة، وعميد كلية الهندسة في جامعة ميسان. التشكرات كتابان شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأكثر من 15 تشكر من رئيس جامعة ميسان وعدة كتب، شكر من رؤساء جامعات البصرة وواسط وجامعات أخرى. وقبل أن أترككم مع الأستاذ الدكتور أحمد، أحب أن أبين بأن كافة الأسئلة والاستفسارات والمداخلات إلى نهاية المحاضرة، وأرجو انتباه لتسجيل الحضور في الرابط الذي سينشر لاحقاً. دكتور أحمد، حالياً المايك لك وشرفتنا بحضورك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثير تسمعني؟ نعم دكتور، الصوت واضح. نعم واضح. طبعا عنوان المحاضرة هي Simulation of Fluids Flow for Natural and Hydraulic Fracture in Petroleum Reservoir، واللي هي محاكاة تدفق السوائل الكسور الطبيعية والهيدروليكية في المكامن البترولية. قبل لا نشرع بالمحاضرة، أود أن أشكر جمعية مهندسي النفط العالمية SBE وكذلك تشابتر ميسان، وخص بالذكر أثير طبعاً طالب المثابر وعلى تنظيم هذه المحاضرة. إن شاء الله تروق لكم المحاضرة، ونبتدئ بآية من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الطارق. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والتي في طياتها إنه الأرض قابلة للصدع من النبات وأي شيء آخر. المحاضرة طبعا بها أربع أجزاء. الجزء الأول هو Introduction، والجزء الثاني هو Simulation للNatural Fracture، والجزء الثالث هو Simulation للHydraulic Fracture، والجزء الأخير هو عبارة عن مشترك بين الNatural والHydraulic. طبعا تنويه المحاضرة، المحاضرة هي يعني قريبة من اختصاصي بالسي اف دي، واللي هو حل معادلات بطرق الفاينايت اليمنت، فاينايت فوليوم، فاينايت ديفرنس، وكذلك اختصاصي العام اللي هو جريان المواع. و نعم، هسه واضح؟ واضح الشير والصوت والصوت. نعم. طبعا هناك نوعين من الريزرفوير فراكتشر. النوع الاول اللي هو ناتشورال فراكتشر، والنوع الثاني الهيدروليك فراكتشر. الناتشورال فراكتشر طبعا يوجد بسبب وجود الايرث لاير ستريس، يعني حاله طبيعيه موجوده بتكوين الارض، او مرات مان ميد اللي هي ناتج من الدريلينج، يعني عمليات الدريلينج راح يصير عندنا بعمليات الدريلينج
راح يصير مرات بعض المناطق يصير بها فراكتشر، والهيدروليك فراكتشر عادة بسبب تدخل الإنسان وتصير ضغوط هيدروليكية عالية تصل إلى 8000 بي اس اي. طبعا ليش ان واي يوز فراكتشر، طبعا واي ستدي ذا فراكتشر، ليش ندرس الفراكتشر؟ السبب الاول ندرس الفراكتشر هو معرفه خصائص الطبقه المكمنيه في حاله وجود ناتشرال فراكتشر، مثلا شيب دايمنشن الروك بروبرتيز ماتريكس بروبرتيز. كذلك عاده الناتشرال فراكتشر ديفيكالت صعب، فضروري نعرف خصائص الطبقه المكمنيه. طبعا هذا السبب الاول. السبب الثاني انه بعض الطبقات المكمنيه تصير بها لو بورسيتي لو بيرموبيليتي، فراح يصير لو ريكفري ريت، يعني الانهسمنت مالته يصير صعب. والسبب الثالث اللي الدراسه هو لمعرفه امكانيه زياده البرودكشن ريت باستخدام الهيدروليك فراكشر، وخاصة بالمناطق الشيل والشيل غاز واللوبر موبيليتي. عادة تطبيقات الهيدروليك، طبعا ناتشرال فراكتشر هو حالة طبيعية موجودة بالمكامن، ولكن الهيدروليك فراكتشر تطبيقاته شيل غاز واللي هي طبقات الشيل، وكذلك اللوبر موبيليتي واللي هي عادة تصير بها سيدمنت، وكذلك الترسبات الجيريه والكلسيه، وكذلك النفط الصخري. فتقريبا تطبيقات اللي هي المناطق اللي عاده استخراج النفط بها صعب، وتكون البيرموبيليتي مالتها قليله، وكذلك البورستي. هذا الرسم طبعا هو حاله مقارنه بين حاله المكامن الطبيعيه اللي هي العجه اليسرى والمكامن الغير طبيعيه. المكامن الطبيعيه انه مكمن طبيعي، اذا نشوف انه موجود اويل ووتر غاز حاله طبيعيه ومحصور بين مناطق غير نافذه. لكن الحاله اللي هي الغير طبيعيه اللي هي نضطر لاستخدام الهيدروليك فراكتشر، اللي هي مثلا الشيل الاويل بالشيل او الغاز بالشيل او المناطق الكول سيم اللي هي مناطق الفحم او مناطق اللي هي الغاز تايت الغاز المحصور في بعض المناطق، فنضطر ومهندسي النفط يستخدمون الهيدروليك فراكتشر. طبعا صوره اخرى للهيدروليك فراكتشر اللي هي حاله من حالات الفراكتشر موجود في طبقه مكمنيه ماخوذه من احد المصادر العلميه. طبعا هنا صورتين، هاي طبعا الصوره اللي على الايسر اللي هي ام السكيل 1 متر حاله بفراكتشر ناتشرال، والحاله اللي على اليسرى العفو اليمنى الحاله اللي هي بهيدروليك فراكتشر. فطبعا بعد تصير ضغوط عاليه راح نصل الى الهيدروليك فراكتشر. وطبعا بعض الحالات تصير مشتركه، يعني المكمن هو بناتشرال فراكتشر ونولد ضغط عالي حتى يصير هيدروليك فراكتشر. وطبعا الصورة اللي على اليسار هي صورة تخطيطية، وهنا صورة حقيقية للجهة اليمنى لوجود ناتشورال فراكتشر والهيدروليك فراكتشر. طبعا الجزء الأول، الجزء الثاني اللي هو الموديلينج فور ناتشورال فراكتشر. قلنا الناتشورال فراكتشر هو عادة موجود بحالة طبيعية موجودة بالإيرث، بسبب الإيرث ستريس، بسبب الدريلينج بروسيس. وبدأ الباحثين من 1960 وون وروت باستخدام الموديلينج، وكان أول موديلينج اللي هو سنجل بورسيتي، واعتمدوا على الشيف فاكتر. الشيف فاكتر اللي علاقة بالبيرموبيليتي حسب قانون دارسي فلو، وطبعا شافوا أنه إذا نحسب التاو اللي هو الكيو على الفوليوم معدل الفوليمتريك فلوريت، وباستخدام قانون دارسي انه سيجما باراميتر يعتمد على شكل الكسر. فاذا كان شكل مثلا الان اللي هو دايمنشن، كان يكون 1 دايمنشن 2 دايمنشن 3 دايمنشن. ف الباحث وون وروت استخدم هاي العلاقه، بعدين طورها كاظمي
باستخدام علاقة أخرى لـ 3 dimension وباستخدام الأبعاد الثلاثة للـ structure، وكذلك أودا وكوتس ضربها في 2 وكذلك عزيز. جميع البحوث هاي طبعا الحد 95 كان الاعتماد على شكل الكسر واستخدام معادلة دارسي. بعدين طوروا موديل الدول بورسيتي برينلت، استخدم قانون الدول بورسيتي، وبعدين طوروا اللي هو مبدأ انه المسامة داخل اللي البور داخل الدومين او ريزرفوير راح يصير بيه سينجل فلو داخل المسامة. وطبعا هذا اشتغل عليه بعدين وارن روت. مبدئيا هو كان على السنجل بورسيتي وبال 1963، وبعدين افترض انه شوغر كيوبيك انه الدومين اللي بي فراكشر عبارة عن مكعبات من كأنما من السكر، وهاي الشوغر بيناتها بور، وهاي البور هي عبارة عن سنجل بورسيتي وهمل البورسيتي مال الماتريكس اللي هي الجراين. طبعا طورت هاي الطريقة اللي هي طريقة وون وروت، طورها طبعا كاظمي، وبدأ باستخدام الدول بورستي، يعني صار بورستي بين 2 بين الماتريكس وبين البور. وطبعا تشوي لا طورها، صار دول بورستي دول برموبيلتي، يعني صار اكو بورستي للماتريكس وبورستي للبور، واكو نفاذيه بين البور واكو نفاذيه بين الماتريكس. ولو نشوف هذا المخطط، خلاصه الباحثين الموديل الاول اللي هو سنجل بورستي سنجل بور سنجل بورستي سنجل برموبيلتي، يعني وجود الكسر الفلو يصير داخل الكسر والماتريكس معزوله والبرموبيلتي فقط بالكسر. هاي النظريه الاولى اللي يشتغل عليها وون. وبعدين طوروها اللي هي صارت سنجل دبل بورستي سنجل برموبيلتي، فصار اكو بورستي موجوده بالماتريكس والفراكشر لكن البرموبيلتي فقط داخل الفراكشر، يعني اهمال البرموبيلتي داخل الماتريكس. النظريه الحديثه اللي احنا اشتغلنا عليها مع حط اللابي اللي هي دول برموبيلتي دول بورستي، فيفترض وجود مسامات في الفراكشر ومسامات الماتريكس، واكو نفاذيه موجوده بالفراكشر ونفاذيه موجوده بالماتريكس. وهذا طبعا احدث موديل اللي هو دول بورستي دول برموبيلتي. طبعا هذا الموديل اشتغل على شين اللي هو كذلك بس لكن استخدام التو فيز فلو اويل ووتر، وكان المعادلات اللي اشتغل عليها اللي هي معادلات معادلات بالماتريكس والفراكشر، والشكل التالي بين الفلو دايجرام بالفراكشر والماتريكس. طبعا كانال استخدم طريقة الكومبلكس أناليسيس ميثود الكام وهي الامبيدد ديسكريت فراكشر موديل، وطريقة تقريبا مشابهة لكن هنا يفترض انه الكسر عبارة عن ديسكريت والفلو يصير ديستريبيوتد حول الفراكشر. طبعا موديل اللي اشتغلنا عليه اللي هو مع طالبة دكتوراه أماني ودكتور فلاح من جامعة البصرة، اشتغلنا جزئين، جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري سيموليشن بالأنسيس ببرنامج السي اف اكس باستخدام طريقة الليمت بيس فاينات فوليوم، وكذلك جزء عملي. راح نجزئ الشغل شوية، الموضوع راح توسع بي لأن شغلي وأعرف تفاصيله وأقدر أنطي بعض الملاحظات عليه. طبعا اشتغلنا على الموديل اللي هو الشائع والأخير اللي هو دول بورسيتي دول برموبيلتي، يعني أكو بور موجودة بالفراكشر وبور موجودة بالماتريكس، وأكو فلو حسب قانون دارسي موجود بين البور وموجود بين الماتريكس. واستخدمنا طريقة مشتركة بين الفاينايت فاينايت فوليوم وفاينايت إليمنت،
طبعا اللي عنده فكرة عن الفاينات إليمنت تأخذ عناصر محددة وتستخدم طريقة ريت ريزيجوال أبروتش، بينما الفاينات فوليوم هي طريقة تستخدم الانتجريشن والجريد، وهنا الطريقة اللي استخدمناها طريقة مشتركة بين الفاينات إليمنت والفاينات فوليوم. فاينات إليمنت بها دقة والفاينات فوليوم بها سرعة وسهولة. طبعا واشتغلنا على دول بورسيتي دول بيرموبيليتي، والفرضيات اللي فرضناها ان الماع نيوتنيان و3 دايمنشن هوموجينيوس بالبورس ميديوم فلو سنجل، واشتغلنا على دول بورسيتي دول بيرموبيليتي، وكذلك افترضنا درجه الحراره 180 فهري. هنا مخطط للدومين اللي اشتغلنا عليه المصغر، بعدين راح نكبره هذا يمثل الدومين الكلي، انه اكو فراكتشر واكو ماتريكس واكو بيرموبيليتي موجوده بالفراكتشر والماتريكس، واكو بورسيتي موجوده بالفراكتشر وموجوده بالماتريكس. معادلات اشتغلنا عليها، المعادلات الشائعه اللي هي الماس بالانس للفراكتشر، وكذلك الماس بالانس للماتريكس، وانا اشوف حد دارسي، وكذلك الانفلو بتوين فراكتشر اند ماتريكس بمعادلة الماتريكس وكذلك معادلة الفراكتشر. وهنا طبعا نشوف معادلة دارسي بتأثير البيرموبوليتي والبرجر جراديانت، وكذلك الجرافيتي إذا كان الكسر أو الماتريكس بصورة مائلة أو فيرتيكال. وكذلك طبقنا معادلة برينكمان، لأن دخلنا موضوع اللزوجة إضافة لموضوع اللي هي ميو افكتيف داخل الوسط المسامي اضافه الى حد دارسي، فصارت عندنا الحد الماتيريال بالانس اللي هو الكونفكشن تيرم، والبرجر جريدينت اللي هو البوتنشال الموجود الاساسي بسبب البرجر ديفرنس، وكذلك حد دارسي، والديفيوجن اللي هو الفيسكوزيتي. فصارت معادله مشهوره اللي هي دارسي لابود برينكمان موديل، وتستخدم بكثرة في الأوساط المسامية، وتستخدم طريقة عامة. طبعاً معادلة دارسي معروفة عندكم اللي هي الفلو يتناسب تناسب طردي مع المساحة وعكسي مع اللزوجة والطول، وطردي مع فرق الضغط بين 2 points، وثابت التناسب هو الخاصية المعروفة للوسط أو للروك اللي هي البيرموبوليتي. طبعاً البيرموبوليتي حسب قانون دارسي اللي هي K بالفراكتشر استخدمناها اتش تربيع على 12 اذا كان الفراكتشر احتيادي، واذا كان الفراكتشر سيركولار استخدمنا معادله كارمن كوزني كويجن اللي هي تبدا من بويزل ودارسي، وباي كويتنج حصلنا على كارمن، بعدين طورناها صارت كارمن كوزني ومشهوره عند مهندسين النفط، التي تعتمد على البورسيتي وكذلك قطر البور على شرط انه البور سيركولار. الكيسات اللي اخذناها خمسه. الكيس الاول انه افترضنا اكو فراكتشر ناتشرال، هذا الفراكتشر بصوره افقيه او مائله حسب الحالات، لو مائل بزاويه لو هوريزونتال، وطبعا حاولنا والعمودي، العمودي صار عندنا مشاكل ريفرس فلو فعفناه، فاشتغلنا على سنجل فراكتشر ومالتي فراكتشر، واخذنا عينه من المكمن اللي هي بطول 10 والعفو بطول 20 فوت وعرض وعمق 10 فوت، وبدينا باخذ كسور ب 0.1 فوت، وسوينا لها سيموليشن حسب دول بورسيتي دول بيرموبيليتي، وباستخدام الانسيس سي اف اكس وهي ليميت بيس فاينايت فوليوم. وطبعا بعد المحاكاه شفنا البيهيفير مال الفلو شلون يصير، شلون الفراكتشر يأثر بالفلو داخل الوسط المكمني. طبعا هذا نأكد انه هاي النقطة هي natural fracture، يعني شغلنا كله natural fracture، هسه احنا كل الكلام لازال بالبارت بي اللي هو natural fracture. وشفنا الميكانيزم مال الفلو توزيع السرعة داخل الوسط، وبالأخير حسبنا البرودكتيفيتي اندكس اللي هو J اللي هو الكيو على الدلتا بي. شفنا انه البرودكتيفيتي اندكس يتحسن بوجود الكسر، وجود اللي هو طبعا افترضناه ناتشرال فراكتشر، وهاي طبعا واحد يسال يقول شلون فرضتوا هذا الكسر، اخذنا البورسيتي مال الفراكتشر كل عند الصخره اللي درسنا عليها وسوينا له نسبه وتناسب وخلينا كسر مستقيم ريكتانجولار، وشفنا انه
الجي فاكتور اللي هو عامل مهم بهندسة النفط اللي هو كمية الفلوريت على فرق الضغط، يعني كل ما يكون الفلوريت أكبر وفرق الضغط أقل كل ما احنا يصير عندنا إنتاج أحسن، شفناه يوصل إلى 116%، وإذا استخدمنا مالتي هوريزونتال فراكتشر راح يصير 212%. هذا الكيس الأول اللي درسناه. الكيس الثاني طبعا هنا سوينا الدومين كله، يعني الصخرة كلها عبارة عن كسر وماتريكس، يعني جزء بفراكتشر وجزء بماتريكس. وهذا السيموليشن طبعا هو عنوان المحاضرة سيموليشن، هو الغاية انه شلون اسوي سيموليشن محاكاة للكسور الطبيعية داخل الوسط المكمني. فانت حتى اذا عندك مثلا فراكتشر تبدي تسوي هاي الطريقة، فرضا تشتغل سي اف دي وتبدي تسوي الكسر عبارة عن بور ومحاطة بماتريكس، اللون الاخضر الماتريكس واللون الاحمر الفراكتشر. وطبعا اخذنا سامبل 50 فوت و20 فوت عمق، وهذا الشكل العلي الازرق اللي هو الاليمنت اللي هي طبعا فاينايت اليمنت مع فاينايت فوليوم، المحاكاه العدديه لهذا الموضوع. وشفنا اخذنا حالات اللي هي بها الكسر عمقه 0.1 فوت و 0.05 فوت، وشفنا تأثيره، كل ما يكون العمق أكبر كل ما يصير البرجر أقل وكذلك السرعة أكبر بسبب زيادة الماس فلوريت. وكذلك شفنا تأثير البرموبوليتي مال الكسر، كل ما تزداد البرموبوليتي مال الكسر طبعا تزداد السرعة وكذلك يقل الضغط، وهي حالة من الماس بالانس. أخذنا كنتور للبرجر توزيع الضغط داخل الطبقة المكمنية وصولا للوول البور هول، فشفنا البرجر ديستريبيوتد يتوزع اللي طبعا طينا بالحدود الباوندري كونديشن 3000 بي اس اي اللون الاحمر، وبدت توزيعه الى ان نوصل الى الديستريبيوتد اللي داخل الوول، وطبعا نوصل ضغط حوالي 3000 بي اس اي اللون الاحمر، ويبدي درج الضغط نزولا باتجاه الوسط اللي يصير بإنتاج. هنا طبعا شفنا تأثير البرودكتيفيتي اندكس، شفناها تتحسن مع وجود الكسر ومع زيادة البرموبلتي مال الكسر. الكيس الثاني اللي درسناها صخرة وأحد مصادر الهندسة النفط، وهاي الصخرة بيها ناتشورال فراكتشر، وسوينا برنامج الجيت دات رسمنا هذا الكسر، يعني حاولنا سوينا محاكاة للكسر واخذنا ابعاده، وطبعا حولناه للبرنامج مالتنا اللي هو برنامج دول بورسيتي دول برموبيليتي باستخدام سي اف دي سي اف اكس، وسوينا محاكاه وكذلك رسمنا السرعه والبرجر كنتور داخل الضغط العفو داخل الكسر، وشفنا تاثيره وشون ياثر وجود الكسر داخل الروك وعلى الفلو داخل الماتريكس. الكيس الثالثة أخذنا عينة من نهران العفو من حقل النور، هاي العينة طبعا شوية يعني شكلها مو كلش نظام، بس هي حصلناها يعني تعرفون ما تطلع العينات بسرعة. طبعا هذا الكسر بها موجود طبيعي، سو دخلنا طبعا من حقل النور بمدينة العمارة، دخلنا على جهاز سي تي سكان بمستشفى الفيحاء بالبصرة، وأعطانا صورة مثل ما ناخذ صورة للعمود الفقري أو أي عظم في داخل الإنسان، وبدينا هاي الصورة سوينا لها محاكاة وحولناها إلى برنامجنا العددي اللي هو CFX، وصارت كأنما سيموليشن لهاي الكسر العفو الكسر. وطبعا هذا نأكد أنه الكسر هذا ناتشورال فراكتشر. وبعد ذلك شفنا توزيع السرعة وتوزيع البرجر داخل هاي الطبقة أو هذه الكور. والدراسة الأخيرة طبعا أخذنا نماذج من نهران عمر اللي طبعا عندهم مخزن كبير، وبعد أخذنا موافقات، أخذنا عدة عينات من حقل الزبير والمجنون والرميلة، وهاي بدينا نثقب نسوي ناتشورال فراكتشر طبيعي احنا، وقسنا البرموبيليتي داخل هذا مختبرات نهران عمر،
وبدينا نسوي ثقب احتيادي وكأنما نحاكي الناتشورال فراكشر، وشفنا تأثيره ورسمنا كذلك توزيع السرعة الفلو ستريم داخل هذا الوسط، وبالتالي شفنا أكو تحسن بالبرموبوليتي رغم أنه التحسن كان بسيط، لكن أكو تحسن موجود. أخذنا طبعا رميلة 15 ورميلة بعض العينات انكسرت، بس اللي اشتغلت هاي صار التحسن حوالي بالبرودكتيفيتي اندكس 10. طبعا خلاصة البارت بي انه بالامكان واحد الناتشورال فراكتشر اللي هو الكسور اللي يسوي له سيموليشن، وبالامكان يعرف البيهيفير مال الطبقة هاي اللي بها كسور طبيعية. الجزء الثاني اللي هو الهيدروليك فراكتشر، طبعا الهيدروليك فراكتشر هو من صنع الانسان، يعني حالة باستخدام الضغوط العالية أكثر من 8000 PSI يمكن نولد الهيدروليك فراكتشر. أول مرة شنو الفائدة من الهيدروليك فراكتشر؟ يعني إيش فد ملاحظات رغم أنه مختصاصي، لكن عندي نية طالب دكتوراه أخذه على هذا الموضوع الهيدروليك فراكتشر. الهدف الأول والرئيسي هو زيادة الفلو أريا، حتى كل ما يكون أكو مساحة أكبر للفلو راح يصير عندي زيادة البيرموبوليتي وكذلك البورستي. الهدف الثاني تقليل المسافة بين الهيدروكربون، مرات أكو مكمن وصفة مكمن فيصير أكو كوندكتيفيتي أو باتوي في المسافات، وراح يصير في الطريق بيناتهم. والهدف الأخير هو طبعاً بعض المشاكل تصير دمج بالمناطق النير والبور اللي هي بسبب الدريلينج أو بسبب الكومليشن عمليات الأوبريشن، هاي راح يصير بها دمج، فلذلك يمكن تغلب على المشاكل هاي باستخدام الهيدروليك فراكتشر. الديز أدفانتج يعني طبعاً أنا من قريت علي مشاكل كثيرة، وحتى طلعت تظاهرات في أحد الولايات الأمريكية على الهيدروليك فراكتشر، مرات بسبب انه يستهلك كميات كبيره من الماء، يعني الحقل الواحد او البئر الواحد ضخله اكثر من 30,000 متر مكعب من الماء، وطبعا هاي يعتبر يعني الماء هو مصدر الحياه، طاقه كبيره، المضخات كبيره، وايراد للسيفتي عالي، اضافه انه يتولد ميثان ويختلف عن الحالات الطبيعيه من الخارج من الابار الاحتياديه، واكو مشاكل بالويست، يعني المواد الكيميائية التي تستخدم في ضخ الماء والبروبان هم بها مواد كيميائية ضارة ومعالجاتها صعبة، مشاكل حتى بعض الهزات البسيطة سايزميك بروبلم، يعني بسبب الضغوط العالية بعض المدن الولايات الأمريكية صاير بها بعض، وإضافة إلى تأثير على المياه الجوفية إذا هاي المياه انتقلت. طبعا هاي المشاكل يعني اكو حسنات واكو سيئات كل عمل، وبالتالي هذا هو يعني صاحب القرار يتخذ القرار. احنا ندرس من جانب السيموليشن، يعني قربنا بالموضوع، مو موضوع انه نقرر المفيد او غير المفيد. وطبعا كيفيه الانشاء هو يعتمد على توليد اشادات ستريس تتغلب على النورمال ستريس. اكو طبعا احنا داخل الطبقه، واي واحد مهندس يعرف انه اكو عندنا نورمال ستريس اللي هو عمودي على السطح، وعندنا شير ستريس اللي هو موازي للسطح اللي هو التاو، ذاك نسميه سيجما، احنا بالهندسه نعرف سيجما هو نورمال والشير التاو برا. طبعا هنا لو ناخذ الانستتيوشن اللي بداخل ستيو بالبرنسبل نورمال ستريس يعني الإشادات الطبيعية، فلازم نتغلب فيبدون يضخون ميكسشر أوف فيسكو هيدروليك فلويدز، طبعا هو مزيج من مادة من يسمى بالبروبانت، وهي هي مرات هي سيليكا، مرات هي ساند، أو مرات هي مواد سيراميكية مخلقة يعني مصنعة، ويضيفوا لها مواد كيميائية على مود تكون وسادة بات، والمسادة بعد الانجكتد بعد الحقن داخل العملية يراد لها يعني 10 minutes أو يعني بعض الفيو أورز يعني ساعات قليلة حسب الاختصاص. وطبعا هاي البروبانت يضخوها مادة المودلس مال الاسيست مالتها يكون عالي حتى تحمل الضغوط، بعد ما يرفع الضغط حتى تحمل ضغط الصخور داخل الطبقة المكمنية،
وهاي طبعا المادة البروبانا أفت صور لها، يعني حتى الدكتور محمد جاب لنا قبل فترة جاب لنا عينة من هاي البروبان، هي مادة سيليكا، وتصير الفلو داخل الفراكتشر بعد ما سلط الضغط تنتقل ويضيفوا لها مواد لاصقة ومواد ماسكة ومواد تحلل حسب طبيعة الطبقة المكمنية. وهنا طبعا اخترت بعض القيم احد الباحثين مشتغل عليها. هنا طبعا احنا لو ناخذ النورمال ستريسز اللي هي ماتريكس، طبعا عندنا احنا سيجما اكس سيجما واي سيجما زد ذن النورمال ستريسز، وعندنا شير ستريسز بالاتجاهات ال 3 دايمنشن تاو اكس واي تاو واي. طبعا هنا السيجما افكتيف حتى احصل على فراكتشر لازم البريشر داخل البور البي بور مضروب بالالفا اللي هو واحد ماينس المودلس بالنسبة للمادة اللي يضيفها على المودلس مال الماتريكس. وكل ما يكون الضغط البي أعلى وراح السيجما افكتف أقل. وطبعا سيجما توتال النورمال ستريس طبعا حسب دائرة موهر اللي دارس السترينث اوف ماتيريال، احنا عندنا اكو نورمال ستريسز واكو داخل البلينات مال المادة اكو مستويات تسمى بالنورمال ستريسز تصير بها سيجما 1 سيجما 2 سيجما 3، فلازم البريشر داخل الطبقة يتغلب على السيجما توتال ويصير فراكتشر. هو طبعا الحقن يصير في منطقة معينة بعد عملية التثقيب، وشوف هاي الدائرة الزرقاء اللي تتجه باتجاه اللون الجوزي، كل ما يكبر البريشر وتتغلب على السيجما نورمال راح يصير الفراكتشر. وهنا بعض التوضيح لحالات انه المنطقه اللي يصير بها ريزرفوير بعد عمليه البرفوريشن التثقيب والحقن، حقن الماده والسائل نتغلب على القوه وتصير عمليه الميكانيزم. هنا طبعا حقن الماء، هسه هنا بدينا بالسيموليشن، شنو علاقتنا بالسيموليشن؟ السيموليشن انا احقن المائع يصير بي فلو، فراح تتولد عندي تو فيلوسيتي تانجنشال ونورمال، وطبعا هاي التانجنشال والنورمال تخضع كذلك الى قانون دارسي، والبيرموبيليتي داخلها حسب الويدث مال الفراكتشر الدي، وراح يساوي دي تكعيب على 12 ميو، ويصير مثل شلون مع علاقه دارسي كذلك، فيصير الفلو داخل طبقة الفراكتشر، وكأنما هذا الفراكتشر هو يصير بي ديستريبيوتد باتجاه اليمين، وراح يسلط بي طبعا ضغط يجي من التوب والبوتوم، يعني هنا بريشر توب وبريشر بوتوم، وهنا طبعا الطبقة الغير نافذة، ويصير الفلو بي تو تايب تانجنشال باتجاه الفراكتشر، واكو نورمال يروح على الماتريكس اللي يريد نكسرها. وهنا تبدا الميكانيزم مال السيموليشن، شلون نفهم اليه المحاكاه لهيك مساله. طبعا بصوره عامه طريقه الهيدروليك فراكتشر بها اشياء مسيطر عليها اللي هي مثلا الاوريتيشن، السبيسنج، البرفوريشن، البروبان، الحجمه، حجم البروبان، تركيزه، البومبينج، هاي كلها مسيطره. اكو اشياء غير مسيطر عليها، طبيعة الجيولوجية للمنطقة الموجودة، الإجهادات الموقعية، ستريس، الروك بروبرتيز، مرات الفورميشن، ووجود الناتشرال فراكشر هم مرات تأثر على العملية. هنا طبعا لازم انت يصير عندك خبرة بكيفية وآلية واختيار مكان الأوبتوموم اللي يصير به الفراكشر، يعني لازم تختار المنطقة واللي هي مناسبة، وهنا تصير الأوبتيموم بالحالة الوسط اللي هي حالة الاختيار. والميكانيزم انه بعد ما سلط الشادات وتتغلب على الشادات النورمال ستريسز داخل الريزرفوير باستخدام هاي بريشر، وهاي بريشر يصير اكبر من دلتا سيجما اللي هو الفرق بين الهوريزونتال ستريس والفيرتيكال ستريس. طبعا اول موديل هو الفوت برينت، موديل القدم المتحركة، وهذا الموديل القدم المتحركة سوى سيموليشن بالثري دايمنشن، وافترض انه اكو موفينج مش، يعني الميكانيزم هسه احنا اهم شيء عندنا موضوعنا هو السيموليشن. السيموليشن سوى محاكاة انه الفلو داخل الفراكتشر هو عبارة عن موفينج مش تتحرك، وهي بإليمنت ترينجولر إليمنت،
وهاي الموفينج ماشي القدم الصوره مالته انه بعد ما ضخيت الفلو داخل الوالبور من البيرفوريشن وتوزع دخل على الطبقه وولد لي ضغط على التوب والبوتوم مال الماتريكس راح يتحرك على شكل قدم، وهاي القدم طبعا هي تحتوي على الماء اللي هو بيه البروبانت وراح يصير على شكل تراينجولر مش، وهاي يسوي له سيموليشن نقدر نحل المعادله الحاكمه داخل هاي الطبقه باستخدام الموفينج مش. وهنا صوره لاحد نتائج هذا الباحث انه شلون يتوزع البروبان داخل الطبقه. هذا الموديل احد موديلات الهيدروليك فراكشر. الموديل الثاني طبعا الموديل الثاني اللي هو باستخدام اللاتس اللي هو شبكه، وافترض انه شلون عندنا طبعا بالفلويد عندنا تو ثيوري اويلر وثيوري لاغرانج. اويلر يفترض انه البارتيكل تمر بموقع، ولاغرانج يفترض انه البارتيكل تتحرك واحنا نتبعها حسب موقعها وسرعتها. فهنا هنا الباحث اشتغل على طريقه الفلو داخل الشانل باستخدام البارتيكل، وهنا لو نفترض انه اكو بارتيكل تتحرك واللون الازرق هو عباره عن الشانل اللي يصير بها الفلو وهاي متصله، بالتالي نقدر نسوي سيموليشن لهاي البارتيكل. وبعض الباحثين اشتغل طبعا على الفاينايت اليمنت ميثود. طبعا فاينايت اليمنت احنا بالناتشرال فراكشر اشتغلنا فاينايت اليمنت زائد فاينايت فوليوم، واخذ معادلات الستريس وحللها باستخدام الفاينايت اليمنت، وهذا الشكل يوضع الاليمنت اللي وزعها، وكذلك البروبوجيشن مال الهيدروليك فراكشر بسبب وجود البرجر داخل هاي الاليمنت، وبدا سوى سيموليشن لهاي الحاله. الجزء الاخير من المحاضره اللي هو مشترك بين الناتشرال والهيدروليك فراكشر. طبعا احنا تكلمنا بالبدء على الناتشرال، وشوي الناتشرال ركزت عليه اكثر لان انا يعني دارس وناشر عليه بحوث، لكن الهيدروليك فراكشر اخذنا بعض الحالات. اكو بعض الباحثين سوى عمليه ميكسينج بين الناتشرال والهيدروليك، يعني شافوا انه وجود الناتشرال فراكشر داخل الطبقه المكمنيه يساعد على اجراء الهيدروليك فراكشر. فوينغ استخدم طريقه منطقه الكول اللي هي الفحم، استخدم طريقه الفاينات اليمنت ميشنج وهي الكوزيف اليمنت ميثود، هي طريقه التصاق الاليمنت. والصوره هنا نشوف البروبوجيشن مال الهيدروليك فراكشر وتوزيع الشانل داخل الوسط المكمني بوجود الناتشرال فراكشر. فصوره للناتشرال فراكشر هنا، اذا نشوف المنطقه اللي يصير بها ناتشرال فراكشر وشلون تصير عمليه البروبوجيشن داخل الطبقه. طبعا احد الباحثين استخدم طريقه مشتركه اللي هي باستخدام برنامج فراكون اللي هو طريقه الجراين بارتيكل. وطبعا هاي الجراين بارتيكل انه يقترب بعده زوايا، يقترب الكسر من الناتشرال فراكشر. هسه الخطوط الرصاصيه هي الناتشرال فراكشر، واللون الازرق هو اللون اللي يمثل الهيدروليك فراكشر بسبب الضغط، وصير منطقه جوينت، وصار هنا شكل يوضح بعض البيهيفير للناتشرال والهيدروليك فراكشر. وشكرا لحسن الاصغاء واعتذر على الاطاله. اثير عيني دكتور، انا بعد خلصت محاضرتي اذا واحد عنده سؤال. شكرا جزيلا دكتور على هذه المحاضره وعلى هذه المعلومات القيمه جدا، ممنونين منك. شكرا اثير. الان كلمه للسيد رئيس قسم هندسه النفط في جامعه ميسان دكتور حنون. دكتور حنون الان بامكانك فتح الميكروفون اذا سمحت. الساده الاداريين اذا ممكن تعطون صلاحيه الدكتور حنون يفتح الميكروفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور احمد ينبوع من العلم، واحنا
أعطاه شيء، ما نرتو من هذا الأسبوع. أشكرك دكتور على الإطلاع، أشكرك. يحفظك ويسلمك، وما قصرت والله، معلومات قيمة هاي محتاجينها دائما، وخاصة طلابنا محتاجينها. إن شاء الله. والله يحفظك ويسلمك، وإن شاء الله تعيدها لنا على إن طول. شاء الله. أنا دكتور أم يعني في كلمة أنا حكيتها، يعني أنا اقترابي من الموضوع بقدر اختصاصي، تعرف أنا اختصاصي فلويد فلو وحراريات ثيرمال، وكذلك بالسي اف دي اللي هو الفاينايت اليمنت فاينايت فوليوم فاينايت ديفرنس، فاقترابي من الموضوع بقدر اختصاصي، واعتذر عن بعض المعلومات اللي ما تقصر قدامي دكتور، ما تقصر. او المصطلحات اللي انا مو قريبه علي. نعم لا والله معلومات مهمة يلا خير ان شاء الله دكتور، معلومات مهمة قريبة كلش. لا طالب هندسة النفط انت درست ان شاء الله، وتعرف طالب الهندسة النفط شو محتاج لهذه المعلومات. شكرا جزيلا دكتور، دكتور. الله يحفظك شكرا ويسلمك، لك، شكرا للقائمين على الدول. مشكورين. شكرا جزيلا دكتور حنون على هذه المداخلة. الآن بإمكانكم طرح أي سؤال أو استفسار في الشات، وللسادة المتابعين على صفحتنا بالفيسبوك، بإمكانكم طرح أي سؤال في تعليق، وسيتم طرح السؤال وعرضه على دكتور أحمد. دكتور أحمد، عندنا سؤال من صفحتنا على الفيسبوك. نعم. يقول أنا الطالب سيد علي الشرفي، روسيا الاتحادية، هندسة نفط وغاز، قسم نقل وتخزين. نعم. السؤال: هل يوجد إمكانية لصناعة خزان بالاستعانة بطبقات الصخور الغير نفاذة للمواد تحت الأرض من صنع البشر؟ وهل توجد مواقع جيولوجية طبيعية يمكن خزن البراد كوت النهائي من المنتجات النفطية المختلفة؟ شكرا جزيلا. طبعا السؤال هو اختصاصي، يعني حسب معلوماتي بانه الهيدروليك فراكشر هو موضوع جدا صعب، يحتاج كلفه وقدره عاليه، يعني استهلاك انرجي، استهلاك مواد، وانت تتعامل مع ضغوط تصل الى 10,000 بي اس اي، وبالتالي حتى الاكويبمنت المعدات اللي انا سمعتها من مهندسي يعني بالحلفايه حكوا عنها وبالبصره، يعني معدات صعبه مو سهله انه يعني تسوي فراكشر داخل طبقه. لكن الفراكشر اللي نتكلم عنه هو بمسافه محدوده، يعني مو بمعنى انه يكون خزان، وانما عباره عن شانلات مسارات للفلو داخل الوسط المكمني. طبعا هذا موضوع انه هل نقدر نسوي خزان يعني داخل هذا، اعتقد يعني موضوع بتعقيد، وحسب اعتقادي انا الشخصي، و احنا الغايه من الهيدروليك فراكشر هو اجراء شانل او فراكشر او مسامات او بور داخل الطبقه المكمنيه حتى نوصل المواع بيناتها، حتى نتخلص على مناطق الشيل اللي هي عاده تصير بها البوروسيتي والبرموبيلتي قليله جدا، ولذلك نسوي بها فراكشر حتى يصير مجال للغاز يصير بنفاذيه، ونقدر نسوي له كولكشن بالبيرفوريشن باسمال، انه نسوي اعتقد يعني يجوز اكو ميكانيزم. طبعا انا حسب بعض المعلومات البسيطه انه اكو 2.5 مليون تقريبا هيدروليك فراكشر، وخاصه بالولايات المتحده، الدول العربيه موجود، بالخليج عندنا، بالعراق قليل جدا، حتى موجود مصر، بالاردن، لكن يعني بعض الدول الاوروبيه موجوده، بالمانيا يعني موجود بكثره، لكن انه ما سمعت انه مسوين خزانات داخل، لان اعتقد عمليه صعبه، ويجوز نوصل هالتقنيه والله العالم. شكرا. تفضل أثير. شكرا جزيلا دكتور، شكرا، شكرا جزيلا على الجواب. سؤال خارج الموضوع يعني من حسين جليل. دكتور، سؤال خارج موضوع المحاضرة، بس ردت أسأل عن العقد مع شركة سينوك بعد ما وجود لون لغة، وشكرا جزيلا. نعم شكرا. طبعا أنا من كنت عميد اهتميت بموضوع، اعتذر اخوان، لربما فصلنا يم الدكتور احمد، ان شاء الله لحظات وينضم ويانا الدكتور احمد. اثير تسمعني؟ نعم دكتور اسمع. نعم اثير، موضوع العقود انا من كنت عميد، اسمعني مو؟ نعم واضح دكتور. نعم طبعا تعرف موضوع التغيرات اللي صارت بعد بدارات الكليات، وكذلك موضوع جائحة كورونا، احنا كل سنة من كنت عميد انه شركة انتون اويل تسوي عقود، وطبعا بالسنة الأخيرة نسقت ويل بترو تشاينا، ويعني صارت هاي الأمور تطورات، بس الوضع الراهن ما يشجع. شركة سينوك
جامعة ميسان بالمؤتمر مال النفط، وقعنا عقد وياها يعني على مستوى عالي. السيد رئيس الجامعة كان دكتور علي الشاوي، و يعني صار العقد، لكن موجود قضايا إدارية وتدخلات. يعني أعتقد قبل كم فترة مع السيد العميد دكتور عباس صرحت عليه موضوع إرجاع الآلية العقود، وطبعا الظروف ما مهيئة بسبب وضع جائحة كورونا والتجمعات، وكذلك الوضع السياسي مرات يعني إلى حد ما. إن شاء الله ترجع الأمور طبيعية ورجع يعني طبعا السينوك عندنا وياها عقد رسمي، يعني ما قابل مثلا تنوي الله قضية شخصية كانت، مو موضوع مثلا عقد، لكن سينوك عقد رسمي، وأصلا حتى بتعاون علمي إنه بعض طلابنا تروح تكمل دراسات عليا بالجامعات الصينية. لكن التطورات الأخيرة ابتداء من التظاهرات وجائحة كورونا، ولحد الآن ما يعني أعتقد الأمور بعدها بها تريث، إن شاء الله تنعاد. أثير، شكرا جزيلا دكتور على هذه الإجابة. رد السيد علي الشرع على جوابك يقول: شكرا جزيلا، الجواب شافي، وشكرا جهودكم، يا رب يطول أعماركم ويسهل طريقكم لخدمة بلدكم. أيضا عندنا أسئلة يطلبون، أرجو منكم أن تنشر محاضرات بشكل ملف إلكتروني كي تعم الفائدة، بارك الله فيكم. إن شاء بالنسبة الله. للملف، الملف المحاضرة إن شاء الله دكتور أحمد ما يقصر ويدز لنا الملف وننشره على قناتنا بالتليجرام. إن شاء الله. أي سؤال أو مداخلة أخرى بإمكانكم طرحها في الشات دقيقتين، في حال ماكو أي سؤال ننهي محاضرة هذا اليوم. وخلال هذه الدقيقتين أحب أقدم شكري للدكتور أحمد. دكتور أحمد رغم أنه وقته ضيق والتزامات عنده خصص وقت لمحاضرة مع شابتر جامعة ميسان، جدا ممنونين منك دكتور أحمد، وشكرا للسيد رئيس قسم هندسة النفط والسادة الحضور على حضورهم لهذه المحاضرة. شكرا أثير. بعد إذا واحد عنده سؤال في المداخلة ما عندي مانع أنا، يعني أثير إذا واحد عنده سؤال. دكتور حاليا احنا ماكو اي سؤال، وصفحتنا بالفيسبوك نعم عندنا مداخلة أكو من أثير أكو استاذ أحد أحد المداخلات إذا نسمع صوته. ما اعرف اذا ينطي رايس هاند على مود نرفع او يكتب اسمه بالمحادثة، ننطي امكانية انه يفتح الميكروفون. وخلال هذه الفترة عندنا مداخلة من أستاذ عباس راضي رئيس مهندسين في شركة نفط ميسان، يقول: هل يوجد أسيد فراك ويوجد هيدروليك؟ يوجد أسيد فراك ويوجد هيدروليك فراكتشرينج، وهناك فحوصات تجري قبل وبعد عملية التشقيق حتى نتأكد أن الفراكتشر قد تم، ومنها فحص تيم لوج والوورلد تيست حتى نعرف وين امتد الشق. نعم، مداخلة من هي طبعا الأستاذ مداخلة عباس. جيدة، وطبعا هي البروسيسنج قبل وبعد الحقن المائع، تعرف هو المائع خليط من مواد من البروبان والسوائل ومواد كيماوية وحتى معادن ومواد كوجين وأتهجين، وهي كل المواد حتى تثبت البروبان وكذلك يبقى الكسر. بعدين يفحصون طبعا قسم منها يصير عملية استخراجها للخارج ومعالجتها، وكذلك تبدأ عمليات الفحص والتأكد من وجود الشق حسب الأبعاد حسب الدايميشن مالته، وطبعا بعض المختصين بها يجوز عمليات أسيدينج وعمليات أخرى، أو يجوز عمليات تنشيط تصير مثل ما سوى عملية أكتيفيتي للبير بحقن المواد حتى نزيد البور نزيد البرموبيليتي. أعتقد هي حالة طبيعية إنه بعد عملية الفراكتشر واستقرار البروبان داخل الفراكتشر تبدا عمليه الاسيدنج، حمى زيد عمليه البور والاكتيفيتي مال الفراكشر. شكرا جزيلا نعم دكتور. يا أيضا تعليق من دكتور فرات الموسوي خبير في شؤون الطاقة: عاش سيدك دكتور أحمد، معلومات قيمة وممتازة، الله يعطيك الصحة والعافية. اشكرك، مشكور دكتور فرات خويا، مشكور، الله يسلمك، ان شاء الله اشوفك بصحه وسلامه. أيضا حاليا اللي
يحب عنده مداخلة مباشرة مع الدكتور أحمد فقط يضغط رايس هاند أو يكتب اسمه بتعليق، حتى السادة الإداريين في منصة زوم يمطون الصلاحية لفتح الميكروفون. نعم، عندنا أستاذ علي عنده مداخلة، إذا ممكن أنه تعطونا صلاحية لفتح الميكروفون. أستاذ علي حاليا تقدر تفتح الميكروفون مال حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور أحمد على المحاضرة. الله يسلمك دكتورنا العزيز. الله يخليك، بس عندي فد مداخلات أو أسئلة. نعم جديرة. أولا الفرق باستخدام الأنسا بالسيميوليشن عن الإيكليبس والسي ام جي اللي هي التول المعروفة لمهندسين نفط. نعم هذا واحد. تفضل. نعم. طبعا باعتبار أنه أنا اختصاصي ميكانيك حراري ومواقع، فكل انسان ميال الى اختصاصه. طبعا مهندسين النفط يستخدمون سي ام جي باعتباره هو الاقرب، لكن يعني فرق الاختصاص، احنا عاده ننظر للموضوع، انا تكلمت على النقطه بالبدايه قلت انه انا انظر للموضوع من نظره الهايدروديناميك والفلو والبورس، وجزء انت كمثلا مهندس نفط تنظر الموضوع من جوانب الاخرى اللي هي تاخذ اشياء جزء انا يجوز يعني اغفل عنها الى حد ما، مثلا تاثير مثلا الويتابيلتي والساتوريشن وقضايا اللي تخص البور والكابلاريتي. احنا كمهندسي انا ميكانيك مواع، فنختص بموضوع الفلو داخل الوسط المكمني. بالامكان اتعاون ويا مهندس الاختصاص، وعندي هسه طالب الدكتوراه حاليا، راح نشتغل على هذا البرنامج سي ام جي، ويعني في طور الاعداد والسيتنج، ويعني ان شاء الله نتوفق انه نعرض محاضره خاصه علي، لان صراحه يعني هو ببعض التفرعات الكثيره والهيل مالته يحتاج، لكن موضوع الفلوينت والانسيز والسي اف اكس انا اكثر من عشرات الطلاب مخرجهم في الموضوع، وباستخدام اوساط مساميه وغير مساميه، شانل مايكرو شانل هيت سينك هيت اكسشنجر ستورج انرجي داخل بورس ميديا، وكثير من الاشياء اللي مشتغل على موضوع الانسيز، وسواء كانت فاينات ليمت او فاينات فوليوم. ان شاء الله نتوفق انه في محاضره اخرى ونصير عندنا قرب للموضوع اكثر، لكن بسبب اختلاف الاختصاص يجوز يعني ما من هذا الموضوع يراد، يعني تعرف انه حتى تعامل ويش برامج وعلى مستوى بحوث لازم يصير عندك امكانيه، يعني على الاقل انه يعني المشاكل اللي تواجهها يكون تقدر تسوي لها حلول من المختصين والقريبين منك. شكرا جزيلا. العزيز ان شاء الله، يعني هي لو تصير بعدين ان شاء الله تصير مقارنه ويا السي ام جي ويا نفس الموديل على المتصير، خلينا نقول تطي لمهندس النفط، فتفكرة انه اكو تول لمهندس النفط وللجريان المواقع، وممكن هاي البرنامجين ممكن استخدامهم لنفس المشكلة، لكن ممكن نتوسع في كل جانب بصورة اكثر. هذا السؤال. استاذنا بس في اضافة، احنا ككومبارزين يعني اشتغلنا عملي، اخذنا كور بنهران عمر واشتغلناها عملي واشتغلناها سيموليشن، وانا وضحتها بالناتشرال. نعم واضح. يعني تقريبا الايرور قليل جدا، يعني لا قصدي هو القصد انه بس احنا وين سي ام جي ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله نفكر انه يعني مو يعني بدينا نفكر نعم خطوه الموضوع. لا هي كلش حلوه الخطوه، ولا اوقاتك الخطوه كلش حلوه انه تستخدم الانساس في الفراكشر موديلنج، كلش حلوه زين كلش حلو. سؤال ثاني بخصوص السي تي سكان اللي مسويه للكور الفراكشر بالزين، خلينا نقول هي هاي يمكن انا ما ادري هاي اول مره تصير عندنا يعني والله عندك بحوث. قال علي لو تعرف ايش قد وزاره الصحه طلعت قلبنا، قال هذا جايب لنا عظم حتى ناخذ له صوره، قلنا له يابا شلون يعني احتارينا شلون نعرف يعني الكسر شلون نحاكيه، يعني ما فاجت ببالنا هاي الفكره. وطبعا بعد دار صحه البصره مشكوره يعني بعد جهود، يلا قالوا لنا يابا ما يخالف نعطيكم هسه صخره ناخذ لها
سي تي سكان يعني فشي يعني هم ما تستغربوا يعني. قصدي هو سؤالي هنا همين، هي الخطوه كلش حلوه وخلينا نقول يمكن اول مره يعني اشوفها بالعراق تصير انه سي تي سكان للكور، ما اعرف يعني ما مطلع 100%، بس قصدي السؤال هو صار سي تي سكان للفراكتر داخل الكور لو بس الاشياء الخارجيه السطح الخارجي؟ لا للكل يعني. طبعا سؤالك كلش بصلب الموضوع، احنا خمننا الصوره يعني بيها بعض الاشياء اللي هي مو واضحه ما نقدر نخمنها 100%، بس افترضنا بالثري دايمنشن احنا هم عندنا برامج اخرى نيوميريكال جيت دات يعني نسوي محاكاه للكسر ونخمن الطبيعه من حسب الاتجاهات الثري دايمنشن شلون يصير البيهيفير مالته او خلينا نقول السيرفيس مالته، فخمنناه بتخمين صحيح يعني سؤالك كلش دقيق. احنا خمننا بعض الاشياء اللي ما قدرنا، بس استخدمنا الـ يعني الثري دايمنشن يعني طريقه 3 دايمنشن واستخدام برامج عدديه اخرى وقدرنا نرسم المش. اذا صحيح صحيح، لانه هو لو العفو هو لو كان انه خلينا نقول سي تي سكان كامل للكور بكامل الفراكتشر الداخليه والخارجيه واستخدام سوفت وير على مود نقله للانسس بدون اي تعديل راح يكون كلش خلينا نقول اضافه حلوه وورك فلو كلش حلو. يمكن بالاو ورك فلو حلو انه تاخذ كور تروح للسي تي سكان تسوي له موديلنج وتسوي له فلو، هذا خلينا نقول شغل حلو جديد يعني خلينا نقول كهندسه نفط بالعراق ما مسوي. الو نعم استاذ وياك نسمعك تفضل. شكرا جانا طولت عليكم بس لا بالعكس تفضل الله يخليكم. ما ادري انت دكتور من استاذ علي حاليا دكتور احمد اعتقد ثواني يرجع صار عند النت او شيء ان شاء الله شويه يرجع. انا هم اشكر اسمعني نعم هسه حاليا صوت واضح دكتور احمد. انا بعد اهم يعني اذا واحد عنده سؤال ما عندي مشكله اذا بعد الله يسلمك دكتور والله ما قصرت. بقت آخر مداخلة من أستاذ علي ما أعرف يمكن إذا جاوبته أو لا. أستاذ علي السؤال الأخير للدكتور موضوع الهيدروليك فراكتشر للسيميليشن، أنتم نيتكم تسوون سيميليشن للعملية الهيدروليك فراكتشرينج لو الأثر الفراكتشر وراء الهيدروليك فراكتشرينج يعني يا الهدف مالتكم بال بستيميليشن؟ الو الو نعم موجود استاذ بس اعتقد الدكتور انفصل عن النت. اوكي اذا هذا سؤالي اذا تقدر عن خف نعم. هو سؤالي انه خلينا نقول ايش وقت صار السيميليشن الهدف منه العمليه الفراكتشرينج لو تمثيل الفراكتشر ورا فراكتشرنج. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا نعم. لجهودكم. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك. ننتظر شوية وعلى ما شرفنا دكتور أحمد اليوم مرة أخرى ونعتذر على السلام عليكم. أثير تسمعني؟ عليكم السلام دكتور. نعم أسمعك. اي العفو انا الظاهر اليوم نتيا عندي شوي بيضعف ودائما بيضعف. هذا ما في مشكله هاي شيء طبيعي. تفضل دكتور احمد ما اعتقد سمعت سؤال او لا مال استاذ علي. ما سمعته وما اوكي دكتور هو سؤال اخير ان شاء الله وانا اسف اخذت من وقتك. لا لا تفضل تفضل الله يخليك. موضوع الهيدروليك فراكتشرنج انتم النيه في عمل موديلنج وسيميليشن الهيدروليك فراكتشرنج بروسس نفسها انه خلينا نقول اثناء ضخ الفراكتشر فراكتشرنج فلويد هي هاي تسوي له سيميليشن لو لا انه خلينا نقول تسوون سيميليشن لما بعد يعني الاثر اللي صار الفراكتشر شلون صارت للعمليه وتسوي له سيميليشن؟ والله استاذ هو اكو موضوعين جنبتين مهمه بالفراكتشر يعني هسه لو نشوف الفوتبرنت هو اثناء عمليه الحقن يعني حقن الماء اللي يسوي فراكتشر هاي عمليه مهمه
والعملية الثانية تحصيل حاصل بعد ما استقر الفراكتشر وثبت البروبانت وثبتت الفتحة الفراكتشر داخل الروك وداخل الوسط المكمني، هاي أهم. فأنا أعتقد الجزء المهم اللي واحد يفكر به هو أثناء عملية الحقن، شلون الميكانيزم، يعني هي اللي طبعا تصيد الضغط العالي والتغلب على البرنسبل ستريس داخل الروك، يعني هاي هي الميكانيزم المهمة وشون، وهذا جزء أعتقد. والجزء الثاني يصير بعد ما تستقر وشون البيهيفير مال الفلو، بس وجود البروبانت، وجود الراك، ووجود البيرموبوليتي مال المحيط اللي هو خلينا نقول شيل أو حسب الطبقة اللي صار بها الكسر. ف يعني جزئين هنا مهمات، يعني يصير يعني إذا والله وفقنا يصير جزئين ناخذ نسوي لنا سيموليشن. شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله. شكرا هذه. شكرا جزيلا. أثير إذا أكو فتشي بعد أنا سؤال فتشي. أعتذر عن همي شوية الإنترنت ضعيف يمي. يلا خوش. بعد سوين أنا وياك يلا. نفس الشيء. عندنا مداخلة أو طلب من دجانة من الإمارات تقول جزاك الله خير دكتور، إذا ممكن إيميلك دكتور نتواصل معك إذا احتاجنا شيء. ما هم أنا سأدزك على التليجرام الإيميل مالتي والمحاضرة هاي ومصادرها هم. إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. جزيلا. طبعا الجزء الأكبر من مصادر هي بحثين منشورة إن إلي أنا والباحثة دكتورة أمان دكتور فلاح وطروحة الدكتورة، يعني هو الجزء الأكبر منها اللي هو شغلنا هذا اللي اشتغلنا نعم بال 2020 ناقشنا نعم. واضح دكتور، إن شاء الله ما تقصر، جدا ممنون منك. عندنا أيضا كلمة من دكتور فرات، شكرا جهودكم الطيبة شابتر جامعة ميسان على حسن اختياركم للمحاضرين والمواضيع، نشاط مميز، أتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا دكتور فرات على هذه المداخلة، وإن شاء الله إحنا على أمل أنه نحدد موعد أو عندنا موعد مبدأ مع حضرتك في يوم 7، فإن شاء الله نكون متواجدين مع حضرتك محاضرة مميزة من جناب شخصكم الكريم. حالياً وصلنا إلى نهاية محاضرتنا دكتور أحمد. نعم شكراً جزيلاً، أنا أشكركم طبعاً، أشكر جمعية الأسبي تشابتر ميسان، الأخوة الحضور أطلنا عليهم بس إن شاء الله يعني لا حد ما فائدة موجودة إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله فرصة تكرر أنه نشارك مع هذا الجمعية وهذا التشابتر بمحاضرة أخرى. ألف شكر دكتور، والله شرفنا أن نستضيف مثل حضرتك ذو خبرة وكان رفيع، جدا ممنونين منك على وقتك وعلى هذه المحاضرة. الله يسلمك. الله يحفظك. أستاذ المتابعين وصلنا إلى نهاية المحاضرة، شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا للسادة الحضور جميعا وعلى السادة في عمادة كلية الهندسة على دعم المستمر لشابتر جامعة ميسان. نتأمل منكم في لقاء آخر مع محاضرة أخرى، وإلى اللقاء جميعا. شكرا دكتور أحمد، مع السلامة. مع السلامة.